مصنع الصابون الصلب من حوالي 3 أشهر من وقت أحداث أكتوبر، وهو مغلق تماما، ما في أي إنتاج فيه، لأنه إحنا ما بنصنع للمستهلك الفلسطيني، إحنا بنصنع هنا أكثر صناعة تجميلية اللي هي صابونة البحر الميت. دور إحنا بنحكي على خسارة مش بس اللي راح علينا، إحنا عم نحكي مش شايفين إنه راح يكون في إنتاج السنة هاي في 2024 في هذا المصنع. إحنا معدل مبيعاتنا في هذا القسم بتتجاوز ال $200,000، وهدول إحنا السنة هاي مش شايفين راح يكون في أي مبيعات لهذا القسم. انا عندي زباين كثير كانوا عندي يجوا ياخذوا سندويشات الصبحيات، صحون، هذا هركيت والله العظيم بشوف ناس بيجيبوا اكلهم من البيت من دورهم، يعني بدي صار يجيب الفطور او الغداء اللي بده يتغداه معاه من البيت، يعني لانه وضع سيء جدا، يعني من 8000 10000 شيكل ل 2000 شيكل، فهمت علي كيف؟ يعني الوضع، يعني انا بالنسبه لي عندي هون بعد يوم الحرب لليوم الوضع بشكل عام ميت نهائيا. اليوم عندك 950 مليون شيكل رواتب متوقف الموضوع، عندك حوالين 300 مليون شيكل اللي هي مصاريف التشغيلية للحكومة متوقفة، عندك 200 مليون شيكل تقريبا من أهلنا بالداخل للتسوق، عندك مليار و200 مليون شيكل تقريبا العمال الداخل، هذا كله المتوقف الإشي الرئيسي، واليوم أنت بتشتغل ب 50-60% في أحسن ظروفك بالقطاع الإنتاجي والقطاع العملي. طبعا كان الوضع كثير مختلف عن ما بعد الحرب عن ما قبل الحرب، احنا كنا دائما بحاجه للحلول بالعديد من الشؤون الاقتصاديه اللي على باتفاقيه باريس وتبعياتها والطرق، يعني عندنا مشاكل دائمه، احنا ناس تحت الاحتلال بالاخر، فاشكاليات اي انسان تحت الاحتلال موجوده بشكل دائم، ولكن تفاقم الموضوع بعد الحرب بشكل كثير كبير بالاغلاقات بالحصار اللي موجود على كل المحافظات.